مايرهون. المسرح لا يحتاج إلى تقليد الحياة. ولد مايرهون عام 1874 بروسيا، وبدأ مسيرته الفنية كممثل بمسرح الفن بموسكو تحت قيادة ستانسلافسكي، لكنه سرعان ما غادره بعد 4 سنوات من تأسيسه لمعارضته لمدرسة ستانسلافسكي الطبيعية، وربما أيضاً لرغبته الجامحة في تأكيد ذاته. وبالمشاركة مع مجموعة من جيل الأدباء الشبان، كون مايرهولد فرقة مسرحية تجوب الكرة والمدن الروسية، مقدمة أعمالها الفنية التي تخاصم الطبيعية وتقوم على الاقتناع الواعي بأن الفن صياغة وصناعة. وفي عام 1905 استدعى ستانسلافسكي مايرهولد ليقدم إليه وسائل البحث والتحقيق لتجاربه المسرحية التي تتسم بالأساليب الغير واقعية، مدركاً أن نهجاً واحداً لا يمكن أن يعمل مع كل مسرحية. وبناءً على هذه الدعوة، عاد مايرهولد إلى مسرح الفن وأنشأ أول استوديو بهذا المسرح، وأتيحت له كل وسائل الإبداع من ممثلين ومصورين وموسيقيين عباقرة ليحقق أحلامه الفنية في ظروف مثالية. فما هو إذن المسرح الذي كان يطمح إليه مايرهولد والذي كان بديلاً عن المسرح الواقعي؟ لقد استغل مايرهولد الفرصة ليهاجم الواقعية على أرضها بمسرح الفن، داعياً إلى منهجه اللاواقعي والذي يرتكز على النقاط الآتية: أسلوب التمثيل الاستعراضي على عكس أسلوب ستانسلافسكي التمثيل الأدائي، البساطة المعبرة في الديكور، قدرة الموسيقى والإضاءة على التعبير عن أفكار المخرج، اعتبار الفراغ المسرحي فراغاً مجرداً يعطيه الفنان المسرحي التسمية التي يريدها. المسرح الذي كان يطمح إليه مايرهولد بديلاً للمسرح الواقعي هو مسرح الشعر. إنه المسرح الذي يهيئ للمتفرج المناخ المناسب لإطلاق قدراته التخيلية، وهو أيضاً مسرح الأسلوب أو الصياغة، لا مسرح المحاكاة وإعادة اكتشاف الواقع داخلياً أو خارجياً. كعدو للواقعية، قاده خياله إلى حلول إخراجية انطلاقاً من حل مشكلة الفضاء، فهو لم يعد مقتنعاً بمسرح العلبة الكلاسيكي لعصر النهضة، لأن الهندسة المعمارية لهذا المسرح بالنسبة إليه بتقسيماته وشرفاته وبلكوناته باتت قديمة ولا تتوافق مع روح مسرحه. لهذا قام مايرهولد بإزالة الستارة والكواليس، وقلل من ارتفاع خشبة المسرح وجعلها تقريبا بمستوى صالة الجمهور وقريبة منه، وبنى ممرات ودرجات من الخشبة إلى الصالة، وجعل الممثلين يتحركون في الطرقات بين الجمهور. وبذلك استطاع أن يفتح مايرهولد المسرح على الحياة بدلاً من إغلاقه عليهم بواسطة الجدار الرابع. وهكذا أصبح الإيقاع بالنسبة إليه عنصراً أساسياً في تدريباته، وأصبحت الميكانيكا الحيوية هي المبدأ الأساسي وراء نظام تدريب الممثلين غير الواقعي والمرتكز على الحركة. ترتكز الميكانيكا الحيوية على تعليمات موجهة إلى الممثل بتطوير الشخصية من الخارج أولاً باستخدام الحركات الخارجية، حيث اعتقد مايرهولد أن الحركة هي أقوى أشكال التعبير المسرحي. كل حركة في الميكانيكا الحيوية مهمة ومتعمدة، لذلك قام مايرهولد بتدريب ممثليه على التخلص من الحركات غير الضرورية على المسرح، وكذلك التدريب على الجمباز وحركات السيرك والبالي والإلمام بقوانين الميكانيكا والدقة ووضوح التعبير والتجاوب الإيقاعي. بالنسبة للممثل،
تشمل الميكانيكا الحيوية، التحضير للعمل، حالة العقل والجسد في لحظة العمل، ورد الفعل على القادم. المهارات الأساسية للعامل الميكانيكي الحيوي: الإحكام، التوازن، التنسيق، الكفاءة، الاستجابة، المرح والانضباط، ماير هولد وأداء الممثل. ولكي يحصل ماير هولد على أداء يضفي على العرض المسرحي صفة الشعر، فلقد وضع هذه الأسس للتدريبات. أولاً، الإلقاء. الكلمات توقع على البارد بعيداً عن أي اهتزازات أو بكائيات، وبعيداً عن أي توتر أو إيقاعات حزينة. يجب أن يكون الصوت مسنوداً من الحجاب الحاجز دون أن تحدث أرنانات صوتية في الفضاء، ويجب أن لا ينتهي الصوت بتطويلات كتلك التي يحدثها قارئ الشعر. الارتعاشات الروحية أقوى وأعظم أثراً من انفعالات المسرح القديم، وهذه الارتعاشات يجب أن تنعكس في العين والشفاء وفي الصوت وفي طريقة أداء الحروف. إحساس بركاني مع هدوء خارجي. هذه الارتعاشات الروحية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشكل الخارجي، واللحظة التراجيدية تؤدى بابتسامة. التعبير الجسدي: إن الكلمات ليست كل شيء ولا تقول كل شيء، ويجب أن يستكمل المعنى بالحركة التشكيلية الجسدية، بشرط أن تكون هذه الحركة ترجمة للكلمات. إن حقيقة العلاقات بين الأشخاص تقررها الإشارات والأوضاع والنظرات ولحظات الصمت، أما الإيقاع فيجب ألا يكون واحداً بالنسبة للصوت والحركة. نظام البيوميكانيك لماير هولد لا يمكن اعتباره على أنه طريقة لتحضير وإعداد الممثل أو نوع من التعبير المسرحي فقط. البيوميكانيك هو نظام مسرحي شامل يطرح العديد من الأسئلة: ما هي العلاقة التي يجب أن توجد بين الخشبة والصالة؟ ما هي العلاقة التي علينا إنشاؤها بين النصوص والشكل الدراماتورجيك؟ ما هو لعب الممثل؟ وما هو دور الموسيقى في المسرح؟ البيوميكانيك نظام مسرحي يضع في الاعتبار العلاقة بين الدراماتورجي والخشبة ولعب الممثل والجمهور، وليس البيوميكانيك فقط.